إلى باحث يصرف عمره في دراسة شخصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فهل يمكنه أن يحيط بأبعاد هذه الشخصية؟ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يجيب على هذا السؤال ويقول: كلا، عمر باحث واحد لا يكفي لاكتناح أبعاد هذه الشخصية، بل عمر البشرية من عهد آدم إلى نهاية العالم، إذا جميع البشر هذه المليارات المتعاقبة، إذا كلهم يتوفرون على دراسة شخصية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، فلن تفي أعمارهم بالإحاطة بأبعاد هذه الشخصية. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول: لو كانت البحار مدادا، هذه المحيطات، كم مليون طن من الحبر تحتوي هذه البحار، لو كانت البحار مدادا والرياض أقلاما، أو الغياض أو الأشجار، جميع أشجار العالم كانت أقلام، والسماوات صحفا، إلى الآن العلم ما تمكن أن يصل إلى نهاية هذا العالم. أين ينتهي هذا العالم؟ أين تنتهي هذه السماوات؟ إلى الآن العلم ما استطاع أن يتوصل إلى ذلك، ولعله لن يتوصل إلى ذلك إلى النهاية. والإنس والجن كتابا، جميع البشرية، الثقلان، كلهم تحولوا إلى كتاب. لنفد المداد وكلت الثقلان أن يكتبوا معشار عشر فضائل علي بن أبي طالب.